مرت سنة أو سنة ونيف من الجفاف والقحط في قرطبة، ودعا المنذر بن سعيد إلى الاستسقاء، واجتمع الناس في المصلى في ظاهر المدينة لصلاة الاستسقاء، وأخذوا ينتظرون الخليفة ليكون على رأس المصلين، ولكنهم استبطأوه، فكلف المنذر رحمه الله تعالى رسول الخليفة أن يذهب إليه ويقول له: إن الناس ينتظرونك ولن يصلوا حتى تكون معهم بنفسك. فقال له رسول الخليفة: يا سيدي، الخليفة منتبذ في مكان منفرد هنا. مضى المنذر بن سعيد إلى المكان الذي أشار إليه رسول الخليفة عبد الرحمن الناصر، فماذا رأى؟ رأى الخليفة بهذا الشكل الذي أصفه لكم، لا أزيد ولا أنقص، رآه منتبذا منفردا بنفسه في مكان لم يكن أخشع منه في ذلك اليوم، وقد لبس أخشن الثياب وافترش التراب، وقد رقد برأسه ولحيته على الأرض وهو يبكي ويقول: يا ربي، هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب بسبب الرعية وأنت أحكم الحاكم، ولن يفوتك مني شيء. يتلوى خليفة المسلمين كالملدوغ على الأرض بين التراب وهو يناجي ربه بهذه النجوى. لما سمع المنذر بن سعيد كلامه وبكاءه تهلل وجهه سرورا، وعاد يقول للناس: أيها الناس، انصرفوا، فقد أذنتم بالسقيا، إذا خضع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء. ولم ينصرفوا إلا وقد أكرمهم الله بالأمطار السخية. هكذا كان خلفاء المسلمين في تاريخنا الأغر، وهكذا كان علماء المسلمين في تاريخنا الأغر. أما اليوم فلا الخلفاء والرؤساء والقادة يشبهون أولئك الرعيل الذي مضى، ولا نحن الذين يسمون العلماء لهم أي شبه بأولئك العلماء الراحلين. اللهم أنت المستعان، اللهم أنت المستعان، اللهم أنت المستعان، وعليك التكلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لم تأخذك ثانية.